السلام عليكم بنات، تحت طلب العديد من الاخوات جيت نخدم معكم الشعر. البنات بزاف تيطلبوني على ديك الضفيره والشعر اللي كنخدمو في هاد لي موتيف هادو. المهم هانتوما هنا غنخدم بالدي ام سي، النيميرو ديالو هانتوما 25، النمره ديالو هنا. غادي نعاود على الرشيمه ديالي باش تبان مزيان. هذا هو الراس، الراس ديالها غادي نعاودو عليه بحال هاد الشكل هذا. هاد الشكل هانتوما هنا البنات. كندير واحد القضيه باش يجيوني دوك الوريضات اللي تيكونوا الوسط يجيو مزيانين وباينين. هنا غادي ندير واحد نفرق هكا الراس ديال هاد الموتيف، ندير له بحال هكذا ونشرح لكم علاش. هكذا كتخلي واحد السطر هنايا بحال هاد الشكل. هنا كتجرم هاد الخيط اللي تيكون عندكم هنا على هاد الشكل، وتحاولوا بان هذيك سميتو ما تخسرش ليكم. صافي، وتتقطعوا داك القياس اللي غادي يكفيكم في الطرز، وتعاودوا من الاحسن تطولوا الخيط في هذه حيت باش يعطيكم دوك الخصلات. صافي، من هنا إبرة نمرة 5 صافي، وغادي نخدم على هاد الشكل هذا. هنا عندي الجلابة راها مجموعة، هانتوما على هاد الشكل. هكذا غنرتق الخيط هنايا بلا ما نديرو العقدة. هنا الدي ام سي راه ساهل شي شوية في الخدمة على الحرير ديال الصابرة، ولا الحرير ديال سميتو الحرير ديال الحرير المبروم باش نخدم الأغلبية. صافي البنات، هنا غادي نبداو نعمرو، نبداو من هاد البلاصة هادي ونبقاو غاديين بغولات مائلة. دابا هكذا ونمشيو على هاد الشكل. راه ساهل البنات، يعني خاص غير شويه ديال الخاطر ودي تصدق معاكم، خصوصا اللي كتخدم بالبته راه ما كتحتاجي لا تبرمي لا حتى حاجه. يعني بغيتي تشدي الخيط سميتو كتقطعي القياس اللي غيكفيك وتتخدمي. انتما كان العديد من الاخوات اللي طلبوا ليا نخدم معاهم، ما كتبش تخدم معاكم من الاول، يعني دابا عاد كتاب تندي الترك ديال الخدمه ما كنساليش التصوير. صافي البنات، كيما قلت لكم نمشيو بغرز مائلة. الغرزة هكذا هانتوما البنات، وغتخليو العبار اللي بغيتو سميتو. تقدروا ديرو شي إبرة هنا ولا فنتة، أنا كنخدم غير بيدي، كنخدم غير هكا تنعاون بيدي. غنديرو بحال هكذا ياك، نتمنى تكون واضحة ديالي ديال الخيط. نعاود نرجع لهنا وغادي ندير واحد، مبقاتش أولدي يحيى هذيك لقاها، انا مالي انا اللي عطيتها له، راه ما بقاتش انا عندي. صافي على هذا الشكل. يحيى بعد مني خلينا نصور فيديو يحيى. صافي وغادي نبقى هذا على هذا الشكل. هانتوما نعاود ندير باص اخويا باص، نعاود ندخل هنا داها نعاود نخرج
نعاود نثبت الخيط ديالي هكذا نعاود نثبتو بهذيك الغرزة على هاد الشكل هذا. كاينين طرق سهل من هكا ولكن هذه كتخليك تثبتي داك الشعر وما يعاودش يعني كتكوني متاكده بانه ما غاديش يعاود يتحل. ها نتوما ها ها يعني ما غاديش يعاود يتحل معاك. هذاك الشيء علاش انا كنفضل هاد الطريقه هذه على الطرق الاخرين اللي عاديين، حيت الاخرين تقدر تحل ديك الضفيره ولا هذا غير تجر، يعني غادي تجر معاك هذاك الشعر. بالنسبه لهذه هي صافي تبتات، يعني ما غاديش تخافي منها تحل ولا هذا الشيء. علاش كنفضل هاد الطريقه هذه شويتي هنا. من بعد ما سال لي هاد الخيط هذا اللي درت في الاول، غادي نجيب خيط اخر. هنا راه عقدتو البنات، ما غاديش نرتقوه حيت ما عنديش بلاصه. بغيتو ترتقوه في هاد البلاصه هذه رتقوه، ماشي مشكل. يعني صافي اخواتي كنبقاو غاديين على هاد الطريقه هادي. ها نتوما يعني هذيك الطريقه، يعني راه كتثبت هذاك الخيط ديال الشعر، ما كتخليهش يعني يرجع موراك ولا يعذبك في الطرز، ويعني حتى من بعد ما يمكنلوش يتحيد، يعني ديك الضفيره ما يمكنلاش تحيد. صافي كنبقى غدا على نفس الطريقه. ها نتوما كتشوفوا كندخل ما بين هذوك الجوج ديال الغرز اللي تكونوا في ديك الخويه، تنعاود ندخل واحد المره ونبقى غادا. غادي ندير هاد الطريقه هذه حتى ندورها على هذيك ديك النصف دائره نتاع الراس كامله، ماشي كامله يعني ديك الجهه ديال العنيق راه تخليها، يعني ماشي ضروري نعمروها باش ما تجيناش ديك الضفيره هكا طالعه من تما. غادي نخدمو حتى الحد ديال داك الخيط الكحل، وديك البليصه هكا فين مصور لينا هذيك البليصه ديال العنق ما غاديش نخدموها، غادي ننقزوا للجهه الاخرى عاد نخدموها. نتمنى يكون هذا الشرح هذا واضح، ومرحبا باي سؤال. هنا من بعد ما عمرت، انتم شتي ديك البليصه خليتها، من بعد ما عمرت هنا الخيط البنات غير كنرتقو، ما كنبغيش داك قوه العقد في الظهر ديال الثوب. صافي وكنبقى غادا كنعمر هذوك الخيصلات للداخل، حيت باش ما تجينيش الضفيره هكا، حيت نكون كنضفر ما تجينيش ما تعطينيش الفراغات من الداخل، ما يبانوش الفراغات. هذا الشيء علاش كنعمروا الراس من الداخل. صافي باش تجي الخدمه هكا متقونه بزاف. نتمنى يكون هذا الشرح هذا واضح. صافي غنبقاو غاديين على هذه الطريقه هذه حتى غادي نكملوا التعمار ديال الراس ديالنا من الداخل، ديال ديك النصف الدائره اللي تكونت لينا. غنعمروا بهذه الطريقه هذه، المهم يمكن لكم ديروا اي طريقه، المهم غير عمروا هذاك الراس للداخل، خاصو يعمر بالخيوط. هنا من بعد ما عمرتو غادي نجيب، سمحوا لي هنايا راه ما جبتش هذاك المقص باش تنخدم الاغلبيه باش كنقطع. صافي كنقطع هذوك دوك الدورات اللي كانوا تكونوا ليا في الخيط، خصهم يتقطعوا هكا باش تجيني سهله الضفيره. البنات اللي توفرت ليها شي مشيطه هكا ولا شي شيته السنان ولا شي حاجه باش تمشط هاد الخيوط، من الاحسن يتمشطوا عادي عاد نضفروهم. صافي وغنبقى غادي على الطريقه هذه. المهم راه ما كايناش اللي ما كتعرفش دير الضفيره، كاع اللي كتعرف دير الصنعه راه كتكون عندها الهوايه ديال دير الضفيره ودير هاد الشيء هذا. صافي غادي نضفر هذاك الخيوط اللي تكونوا ليا، نضفرهم على شكل شعر هذا، هذا الشكل هذا. وغادي نجيب خيط يعني نفس اللون، يمكن لكم ديروا لون اخر ماشي مشكل. هنا عقدتو البنات من الداخل، وغادي غادي نخدم بحال هذا الشكل هذا باش هكا ديك الضفيره ما غاديش يعني ما غاديش نكون متاكده بانها ما غاديش تحل مره اخرى. صافي غادي نمشي هكا كما كتشوفوا. هنا غادي ندير واحد، غادي ندير بحال الشكل ديال واحد الغرزه فرنسيه. علاش البنات؟ باش هاد الخيط هذا يعني بحال عقدتو صافي، يعني وغادي ندخل في هذيك الهبيطه هكا اللي تكونت ليا. هنا انتم كيف ما كتشوفوا راه الزيرات. صافي وغنخرج داك الخيط من لتحت مع الخيوط الاخرين.
وغادي نقطع الشعر ديالي على هذا الشكل هذا. هنا ما كانش متوفر عندي هذاك المقص اللي سميتو، خدمت غير بهذا. نتوما يمكن لكم تقادوه بمقص عادي. وهانتوما هذه هي النتيجه من بعد ما ساليت. ما ديك الخويه كنعمروها بالغرزه الفرنسيه ولا باش ما بغيتو، وكتجي على هذا الشكل هذا. نتمنى يكون لا فيديو نال الاستحسان ديالكم، والى اللقاء.